أمن على الكراتين كويس يا مات. حاضر. ها ممكن يطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شوية. يلا يا رجالة مفيش وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندينا. هنشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله. أيوه أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين. طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل. وفي النص هنشاور البضاعة. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك هلا يا فندينا. دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح مار. يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر في الدين هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانية انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال اتقل، عشان تاخد شغل نظيف هتتحط كابس. يعني كابس لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل اكل عشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت وهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني. خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو. يلا ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟ عارف، بس كنت بقضي مصلحه وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي خالي. هدخل بس انت بالراحه على نفسك شويه اعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خال؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويته؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أم، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا عمر. يلا. اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم؟ مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الوصل؟ يا
مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة أمر يا كبير. هد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرة دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنك صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها. مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها، آه. ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا. كم كدبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. صل على الله. الله يا رب. يا جمال يا رب. عارف تظبط الشيشة؟ الشيشة زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لا كسر على دماغك وافتح لك فتحة تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. هظبطها لك بإيدي.